معنا الأخ أبو فاطمة من الجزائر. السلام عليكم أخي أبو فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أيامكم ولياليكم. إن شاء الله أهلا وأنتم مستمعين كلهم، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أخي أبو فاطمة، ما هي أهم الأسباب التي أدت بكم إلى التشيع؟ أخي بحثت في صحيح البخاري صحيح مسلم وكل الصحاح، وجدت اللي احنا نتبعوا سنة عمر وليس سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سنة عمر جعل التراويح، هو اللي جعل التراويح نهاء على المتعتين، جعل في الأذان صلاة خير من النوم، جعل في بعد قراءة الفاتحة في صلاة آمين، جعل عدة هذه كلها سنة عمر وليس سنة الرسول. أحسنت. ملا في البحث كي بحثت وجدت باللي احنا نتبعوا سنة عمر وليس سنة الرسول، بقيت نبحث في الطوائف يعني في المذاهب الإباضية في كل المذاهب، وجدت المذهب الحق والمذهب الحقيقي والأصيل والدين المحمدي هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، يعني مثل أتباع أهل البيت هم اللي على حقيقة، الباقي كلهم على ضلال. نعم، هذا هو البحث تاعي اللي بحثته. نعم، في أي عام كنت قد بحثت هذا يعني بين المذاهب؟ نعم. في أي عام بدأت البحث؟ عندي 17 سنة وأنا بحثت. ما شاء الله. 17 سنة. نعم، وهل أنت جديد على قناتي فداك وصوت العتر عليهم السلام؟ أقصد بمشاهدتك. نعم، عندي حوالي شهرين يعني تبع فيها. شهرين، و يعني حينما شاهدت هاتين القناتين يعني ما هو الذي تبادر إلى ذهنك؟ الحقيقة هو الحق. هو الحق. نعم، معكم سماحة الشيخ الحبيب اللي يلقنكم الشهادات الإسلامية، تفضلوا شيخنا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم أخانا الكريم. ثم كذلك تعالى جعلنا وإياكم في الإيمان في رحاب في سفينة النجاة إن شاء الله. الحمد لله، هنيئا لكم ركوب سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إن شاء الله. سفينة محمد وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثبتك الله وحماك وكثر من أمثالك إن شاء الله. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم أجمعين. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم.
هنيئاً لك أخانا الكريم، بيض الله وجهك، أقر الله عينك برؤية محمد وآله عليهم السلام في الجنة إن شاء الله. إلهي آمين. هنيئاً لكم أخي فاطمة. بارك يا شيخ، والله إنكم على حقيقة. الحمد لله. إنكم على الحق، إنكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يظل عنها إلا فاسق. بارك الله. بحثت عندي 17 سنة وأنا بحثت كل المذاهب وكل الكتب، لقيت اختلاف كثير كثير، اختلاف كثير حتى في الكتب، يعني في الأربعة الصحاح اللي يسموها أرواحهم أهل السنة والجماعة، ظلما وعدوان، ليس هم أهل السنة والجماعة، ليس على سنة صحيح أهل السنة سنة عمر ولا وليس سنة الرسول، لأن كل نحو الكرامة تاع الرسول وجعلوها العمر، نحو الكرامة تاع أمير المؤمنين عليه السلام وجعلوها العمر، نحو كل شيء اللي كان في الربع الصحة تاعهم فيه اختلاف، ويتناقضوا في الأحاديث ويرووا الأحاديث، ويكون حديث على أهل البيت يقسموه على أربعة ولا خمسة أجزاء، ويطيشوا كل كلمة كل جملة في في في, في صفحة، لكن كي تبدأ تلاير في الأحاديث وتبنيها تلقى البني مجمول، يعني الرواية مجمولة تسلمها على أربعة خمسة ست صفحات أو على ستة أبواب في مصحف، في يعني في كتاب واحد، في صحيح واحد، يقسموها باش يباصروا الأحاديث تاع أهل البيت والمناقب تاعهم ويجعلوها مباصرة. لكن الإنسان لما يكون عنده العقل ويخمم ويفكر ويجمعهم رواية برواية، نص رواية من هنا وكلمة من هنا ولفظ من هنا ولفظ من هنا، يجمع الرواية يلقى الحقيقة. نور نور، يعني نور، والله نور حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. نعم، تفضل أبو راشد.